النشرة الرياضية من قناة جزيرة وان، مشاهدينا أهلا بكم. وفي التفاصيل، وبمناسبة إحياء اليوم الدولي للمتطوعين المصادف للخامس من ديسمبر من كل سنة، أشرف وزير الشباب والرياضة سيد سيد علي خالدي بحضور رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي على تكريم رواد العمل التطوعي بدرع التطوع لعام 2020. هذا نظير المجهود الذي بذله طيلة السنة في مجال العمل التطوعي في شتى الميادين. بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم العالية المصادف ليوم الثالث من ديسمبر من كل سنة، أشرف وزير الشباب والرياضة سيد سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة السيدة سليمة سواكري ورئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية السيد عبد الرحمن حماد على منح الإعانات المالية المخصصة للرياضيين ذوي الهمم المتأهلين والمترشحين للتأهل لألعاب طوكيو 2021. صافا صحتك بخير، العائله لاباس، بخير، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على الحضور. مساء الخير، واش راك؟ صافا؟ صحه بخير؟ لاباس؟ الحمد لله، بارك الله فيك، شرفتنا بحضورك، الله يبارك، الله يبارك، طول عمرك. مساء الخير، واش راكي؟ صافا؟ صحتك بخير؟ لاباس؟ يعطيك الصحه، بارك الله فيك على حضورك معنا. مساء الخير، واش راك؟ صافا؟ صحتك بخير؟ لاباس؟ شرفتنا بحضورك، بارك الله فيك، لاباس؟ مرحبا بكم. مرحبا بكم. اولا مرحبا بكم معنا اليوم بمناسبه اليوم العالمي لذوي الهمم العاليه. مادا بيا اولا نتقدم اليكم باحر التهاني واطيب الاماني. شرفتوا الجزائر في المحافل الدوليه الرياضيه، رفعتوا الرايه الوطنيه عاليا، ودويت النشيد الوطني في كل منافسات رياضية الدولية. لكم منا كل شكر وكل تقدير وكل عرفان على كل ما قدمتموه للرياضة الجزائرية. أنتم مصدر فخر واعتزاز للجزائر، وما كانش رياضة جابت الميداليات للجزائر كما رياضة ذوي الهمم العالية. بالتالي أغتنم هذه الفرصة أؤكد لكم وأجدد لكم مرة أخرى دعم الوزارة المطلق ووقوفها إلى جانبكم بكل الإمكانيات المتاحة لمرافقتكم في مشواركم الرياضي ولضمان تألقكم في المنافسات الرياضية المقبلة إن شاء الله. ولكم منا كل الدعم بكل الإمكانيات المادية والمعنوية باش إن شاء الله تشرفوا الجزائر في هذا الاستحقاق الرياضي. واللقاء احنا على بالكم رانا نعطيو الاعانات الماليه لكل رياضيين المتاهلين او المرشحين للتاهل للالعاب الاولمبيه والبارالمبيه. وحبيت ان يعني ناكد باللي اكبر حصه في هذه الاعانات الماليه اللي تعطيها الوزاره هي الحصه المخصصه لرياضه ذوي الهمم العاليه لما تدره من ميداليات. وان شاء الله هذه الاعانات تكون لكل رياضي متأهل أو مرشح للتأهل وتكون يعني خاصة به باسمه وتتعلق بالبرنامج التحضيري تاعه. يعني إن شاء الله كل رياضي تكون عنده الإعانة تاعه اللي تشمل البرنامج التحضيري تاعه لهذه الألعاب. وهذا البرنامج بطبيعة الحال يشمل كل جوانب بما فيها التربصات الرياضية وبما فيها إن شاء الله حتى تربصات خارج الوطن أو منح خارج الوطن. المهم نغتنم فقط الفرصة باش نجدد مرة أخرى كل الدعم تاع الدولة وتاع الوزارة ووقوفنا كلنا بجانبكم لأنكم شرفتم الجزائر. بارك الله فيكم ولكم منا كل التقدير وكل عرفان وكل امتنان. في إطار عملية الاستثمار في المنشآت الرياضية والشبانية بولاية معسكر خلال سنتي 2019-2020، استفادت الولاية من عدة ملاعب جوارية وبلدية ودور الشباب يستفيد منها شباب المنطقة لتضاف إلى حظيرة المنشآت الرياضية للولاية. وفي أخبار البطولة المحترفة، قلب اتحاد العاصمة تأخره مرتين إلى تعادل بهدفين لهدفين أمام مضيفه شبيبة الثورة يوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 20 أوت في إطار الجولة الثانية من الدور الجزائري للمحترفين. Thank you.
Un commentaire, déjà, je suis très très content pour le club, pour les supporters, pour les dirigeants, pour Antar et aussi bien sûr pour les joueurs qui ont fait un vrai bon match. Et un match nul ici, je pense que des fois ça pèse presque une victoire, c'est un très bon résultat. En plus la manière, ils ont montré qu'ils avaient beaucoup de caractère, donc ils peuvent être fiers de leur prestation aujourd'hui. أولا الحمد لله يا ربي نظن الوضعية اللي راهو يمر بها الفريق خاصة في المواجهة الأخيرة واليوم يعني وين كانت عندنا بزاف حالات يعني إيجابية نظن تنقلنا بشار يعني تعادل ناقص لكن الحمد لله يا ربي تعاود تشوف المقابلة وتشوف الروح اللي كان يلعب بها الفريق نظن اليوم ربحنا حاجة اللي هي روح الفريق نتمنى إن شاء الله يعني نكملوا نديروا اليد في اليد ونتعاونوا في بعضنا وان شاء الله يعاودوا يوليو الزملاء تاعنا في اقرب فرصه هكذا ان شاء الله باش نكملوا نسيروا مشوار تاع البطوله. وفي ذات جوله انتهت المباراه التي جمعت نصر حسين داي بمضيفه اتحاد بسكرا على نتيجه البياضة وهذا بعد الفرص الشحيحه التي تلقاها كل طرف. كانت انتر دو كلوب وحده تاتاكي وحده ديفوندي نظن باللي فريق تاع نصر حسين داي جاي وقعد لنا اللور باسكو يفولي شرشي لو بوان تاعو هذايا ودا المبتغى تاعو اللي هو النقطه حنايا مدينا كلش باش نديبلوكيو لا سيتياسيون نشوفوا باللي اون سيكري بوكو دوكازيون الله غالب ما حبش تدخل اليوم ونفولي نكملوا بهذيك لا ديناميك تاع الخطره اللي فاتت وين ربحنا نكملوا في هذه لا ديناميك تاع لي فيكتوار كانوا عندنا تما سيتي اون شونس لينا حنا باش نزيدوا ندو لي بوان مي سي الديبي جو بونس باللي لا 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 لو ريزلت هذايا ما يعكس شويه مجريات تاع اللي غا باسكو نظن باللي حنايا اون دوميني لو ماتش كامل ولا غالب ما حبتش تدخل هذيك البيت هذيك تما لا دينير اكسيون ما دخلتش اون فايسي تو ريسيزير الماتش الجاي ان شاء الله نزيدو نخدمو حنا دا وين بدا المشوار في 38 مباراه ماناش نلعبوا على ماتش ولا زوج لي ماتشات برك دونك حنا اون فايسي نزيدو نخدمو من الماتش الجاي ان شاء الله بور باش ان شاء الله لافينير يكون ماخير ان شاء الله نزيدو نجيبو لي بوان والحمد لله هذه هي جو بونس باللي لو ريزولتا تاع اليوم اللي بينيفيك لينا نزيدوا هذا التعثر هذا نروحوا نخلفوه ان شاء الله في مقرا ومازال لي ماتش ان شاء الله. الانصار حنا تشوف المباريات هذوما رانا نفتقدوا الانصار تاعنا باسكو لو كان يكونوا الانصار سي اوت شوز تما يزيدوا يعاونوك وهما صحر اللاعب رقم 12. اون نسيت تفر مع هاد لي سيتياسيون اون نسيت تما تسادابتي لهاد لا سيتياسيون الحاله هادي ما راهيش غير علينا راهي على كاع العالم كامل دونك لازم نتادابتاو مع لا سيتياسيون هادي وان شاء الله قريب تكون الفرجه ان شاء الله ويزيدوا يجوا ويزيدوا يعاونونا ان شاء الله باش يكون ان شاء الله لافينير خير ان شاء الله. هذا وتعثر فريق وفاق سطيب بنتيجه التعادل الايجابي هدف مقابل هدف خلال استضافته لصريع غيليزان ضمن الجوله الثانيه من المحترف الاول. ودخل الوفاق بنية تحقيق الفوز الثاني له على التوالي هذا الموسم قبل أن يباغته سريع غيليزان بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء مع طرد لاعب من الوفاق. وشهد الشوط الثاني عزيمة كبيرة من أشبال نبيل الكوكي ما مكنهم من تعديل النتيجة في الدقيقة 54. هل تأتي الكرة الثابتة بالجديد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول؟ فرصة فتح مجال التهديف قائمة وبالفعل الهدف الأول لسريع غيليزان يتمكن فريق سريع غيليزان من فتح مجال التهديف عن طريق الهداف حتى لا ثاني هدف له منذ بداية الموسم أو في اللقاء الثاني لأنه الذي كان وراء هدف سريع غيليزان في اللقاء الأول أمام نادي بارادو بغيليزان وبذكاء وبقوة وببراعة كاملة بسرعة لدالي وزع كورته رأسية هدف التعادل عرضية وهدف التعادل من سعدي في متابعة جيدة وارتقاء جيد من كرة عرضية من رفيق يتمكن سعدي من تعديل النتيجة في الدقيقة 7 من المرحلة الثانية يتمكن الوفاق من العودة في النتيجة وتعديل النتيجة في الدقيقة خليني أقول في الدقيقة 9 إذن يتمكن الوفاق كما نشاهد من تعديل النتيجة بهذه الكرة من دالي تنفيذ سرعة تنفيذ المخالفة خلى عناصر السريع غيليزان لا يركزون في منطقة نشوف حتى الملعبية وقلت أنا من الماتش اللي فات قلت راهو الماتش معناه الماتش هذا سورا ديفيسيل خاطر نعرفوا لي زيكيب اللي يجيو كيما كاي معناها التيران تاعنا باش يكونوا ريغروبي ديفونسيفمون ديريير شفنا بريمير ميتون تقريبا يزون ريفوزي دو جوي رغم ذلك اون كريي دو تروا زوكازيون ودو تروا سيتياسيون اللي كانت الباس الاخرين يتفقدوا كنا نجموا نعملوا بها اوكازيون
ما تمكناش وعلى اثرها فو معناها يستنى هذاك هو معناها ان ايكيب جروبي استنى في بلاريتي ولا ان كونتر على هفوه صارت في ال 44 مينوت ولا 40 مينوت حاجه كيما هكا دونك صارت بينانتي مش البينانتي المشكله المشكله في الورقه الحمراء لانه بينانتي معناها تاخو تقبل هدف وزيد تصبح معناها تلعب نقص عددي دونك تصعب المهمه الحمد لله معناها في الدوزيام ميتون شفنا احنا حتى بريمي ميتون قبل ما نخرج جاتنا اوكازيون الاثنين دونك دوزيام ميتون عملنا شويه ريغلاج تكتيكمون عملنا شويه كلكو ريكتيفيكاسيون شفنا معناها تقريبا دوزيام ميتون رغم اللي نحن اديس برسك معناها انا كري 5 6 اوكازيون نت ما فهم حتى شيء دونك الغارديان تاع سيري غليزان عمل معناها دي بارات سور لا لين تقريبا معناها اهداف محققه انا نقول معناها نظريا خسرنا دو بوان مي عمليا وعلى الفيزيونومي تاع الماتش. وفي اخبار محترفينا روى الدولي الجزائري هاريس بالقبلة ردة فعل والده بعد الفضيحة التي تسبب بها مع المنتخب الوطني قبيل الكان 2019 في مصر، وقال في تصريحات لصفحة فيستا والذي صدم من فعلته وكان على حق في ذلك لأن ما قمت به كان مفروضا كليا. عندما تم طردي من المنتخب الوطني وبعد عودتي إلى فرنسا والدي رفض ملاقاتي وتوجهت للمبيت عند أصدقائي. أكد نجم نادي بوافيشتا البرتغالي أنيس حماش بأنه متشوق للحصول على التفاتة من الناخب الوطني جمال بلماضي في المستقبل القريب. وتحدث الظهير الأيسر لموقع لا غازيت دو فينيك قائلا: لو أتحصل على دعوة من الجزائر فسأحمل حقيبتي وآتي مشيا على الأقدام، سيكون فخرا كبيرا بالنسبة لي، وحتى لو استدعتني فرنسا فإني سأتوجه رغم ذلك إلى الجزائر، هذا خيار القلب. وبهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية النشرة الرياضية. قبل الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.